الأطراف قائمة على الاحترام المتبادل والتضامن والإنصاف والعدالة الدولية. ولعل استضافة جامعة القاهرة للسكرتير عام الأمم المتحدة تعكس استهامها الفكري المتميز في القضايا المطروحة على جدول أعمال العلاقات المتعددة الأطراف. عكستها قرار الجامعة في ديسمبر بإنشاء وحدة دراسات الأمم المتحدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية كإحدى ثمار ندوة مصر والأمم المتحدة في 2016 التي دونت إسهام الدبلوماسي النشط في صياغة قرارات وتنظيم أنشطة الأمم المتحدة في ركائز عملها الثلاث في قضايا السلم والأمن الدوليين والتنمية وحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية. وأنوه في هذا الصدد لأن مصر لا تدخر جهدا في الاطلاع على مسؤولياتها الإقليمية والدولية سواء من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن أو إسهامها المتواصل في أعمال الجمعية العامة الذي يركز على رصيد ثري من الدفاع عن مطالب الدول النامية والقارة الأفريقية والعالم العربي، وهو ما نحرص على استثماره لدعم وجود السكرتارية والسكرتير العام لتحقيق مقاصد وأهداف الأمم المتحدة وميثاقها. شكرا جزيلا.